كيف سيكون شكل الإنسان بعد 10 سنوات من الآن؟ كيف ستكون احتياجاتنا، انفعالاتنا، عواطفنا؟ كيف سيكون أثر تغلغل التكنولوجيا فينا إلى أبعد من الاستخدام الخارجي؟ تبدو أسئلة غريبة، لكنها ليست كذلك. في القرن الماضي لم يكن أحد يتخيل أن تغير مكتشفات العلوم الحديثة حياة الإنسان إلى هذا الحد الذي وصلنا إليه. أعادت ترتيب أولوياتنا، غيرت نظرتنا لأنفسنا وللكون، تغيرت القيم، تغيرت الحاجات والغايات، وستتغير أكثر وأكثر. فما الذي يضبط لك أهدافك؟ وما الذي يحدد لك دورك؟ من الذي يكشف لك ولك المهارات التي عليكم امتلاكها للوصول لهذه الأهداف وتحقيق أدواركم في الحياة، حتى لا تتشتت جهودك ويتبدد عمرك سعيا وراء سوق واسع في كيفية تحديد الأهداف والغايات والمهارات؟ لابد أن الله تعالى قد وضع لنا مصدرا ثابتا صالحا لكل زمان ومكان يمكن أن نقيس عليه وأن ننهل منه. أسماء الله تعالى الحسنى، كيف يمكن أن نستعملها كدليل ومرشد ومصدر لأهدافنا وغاياتنا ومهاراتنا؟